أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك ظاهرة بين بعض الناس أنهم إذا فرغوا من الأكل وعندهم قطع من الليمون المعصورة يأخذونها ويمسحون بها أيديهم للتنظيف من الأكل والدسم، فهل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، لأن هذه الليمونة المعصورة أصبحت ما لها قيمة، كونك تستعملها في تنظيف يدك ما في مانع، لأنها ملقاة أصبحت ما لها قيمة. أما إذا كانت إنها باقية على نظافتها وعلى حالتها فلا يجوز لك إنك تستعملها لتنظيف اليد، لأنها قد يحتاجون إليها وتستعمل. أما إذا كانت معصورة من قبل ولا بقي فيها إلا آثار، هذه لا حكم لها ولا اعتبار لها، ما في مانع أنك تستعملها في تطهير يدك بها. نعم.